عودة لميكاليسيا النجم الدولي الغاني الملقب بالدبابة، وهذه كرة اخترع وإمكانية جابي كوكي وصا جول. نار 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 في هذا المشوار، بداية كهربائية لأتلتيكو. مشاهدينا الكرام، سيد زمانو في ميدانو في الكالديرون، ما تحكيش لأتلتيكو، ما يرحمش بالمرة. لدى غاتو مرة 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 كلارون زيدور في عين الأضرار، أبياتي في هذا المشوار. والقناص هو القناص يا ناس، مرعب المدافعين والحراس. دييغو كوستا هو القناص، هو القناص. يا سريع يا سلام، في الشباك الإيطالية ما ثماش حتى كلام. هدف من أجمل ما يكون، تار تار تار، دييغو كوستا تار، هو في هذا المشوار الغدار. شاي كبير يا عمري، شاي كبير يا عمري، سيناريو رهيب. أتلتيكو مدريد العنيد يفتتح التسجيل في مباراة النار في ملعب الانتصار، هو أتلتيكو كبير الكرة الإسبانية. أجواء مطالب بتسجيل هدفين، كرة رائعة، كرة ممتازة، أندريا بولي، بولي وصا جول 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 جول. ريكاردو ريكاردو وحده وحده نجم الكرة البرازيلية برأسية ذهبية أمام هذه الجماهير الميلانية، يرجع ميلان لكبريائه، يأتي بدوائه. شوف الكرة، تدري بولي بالمليمتر يا حبيبي، بالمليمتر. وريكاردو القدير، كاكا المثير، برأسية أرستقراطية برازيلية، يغالط تيبو كورتوا ويعطي للميلان أجمل أهدافه في هذه القمة النارية. هدف لهدف بين الفريقين، النار الأتلتيكو يعود للوضعية الهجومية. دييغو كوستا في التمرير لأرضه، تورون تورون جول. كرة تركية، كرة ذهبية، أرضه تورون، والأتلتيكو من جديد من أسبقية. عجيبة وغريبة، هدف ضد مجريات اللعب. جماهير الأتلتيكو في حالة غرام، أردا توران التركي الفنان يعطي أسبانيا لأتلتيكو في هذه الأوقات الكروية. الميلان شريح مرة أخرى، كرة تصطدم بعهد الرامي وتغالط كريسيا أبياتي، وأتلتيكو متحدي متحدي. إلى أتلتيكو سيد زمانو، دائما فنان في ميدانه. أردا توران التركي الفنان، 70 دقيقة لعب على الورقة التأهيلية عند الكتيبة المدريدية. يوزع توران يتفوق على عهد الرامي، على نيجل ديونغ، ويحط الكرة في الشباك، حدها له بالراس، شبها له في الدقيقة 71. الأتلتيكو يا السادة، سلطان زمانو في ميدانه في الكالديرون. قلت لكم تمشيط كبير في وسط الميدان، أتلتيكو السلطان. كرة لكوستا، خطير كوستا، أوه
أراد التمريض لكريستيانو رودريغيز. ترجع كرة الأتلتيكو للدوران من أجل المتعة، من أجل الإبداع والإقناع، وذا كوستا جول. رباعية يا سادة، دييغو كوستا كالعادة الدبابة الإسبانية البرازيلية. ما يرحمش مع دييغو كوستا، ما تتكلمش، شباله في الشباك حطلاله في الدقيقة 84. مهول، مفزع، مظل دييغو كوستا، رباعية مدريدية في الشباك الميلانية تؤشر على مرور أتلتيكو وحده إلى الدور الربع النهائي. رهيب والله رهيب دييغو كوستا العجيب. شوف الكرة وانا في الاحلام، كريستيانو ابياتي وعين الاذرار خارج الديار. وين 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 يا الاتلتيكو، وين رايح بالمباراة والقمة؟